فتحنا اللوكاندا دي في 2005 او 2004 كنا بندفع 300,000 جنيه كهرباء. النهارده بندفع 3,500,000. الله يسامحك يا دكتور شادي. 3,500,000. اذا الواحد اقتصاديا ووطنيا كان لازم يستجيب للتكنولوجيا الجديده. ولو كان في امكانيات اكتر اعملها كنت عملتها. فاحنا بنستجيب لاي تكنولوجيا تيجي لان كل ما وفرت في دفع الكهرباء بقي خدمه اكتر للعملاء الفندق. لان طبعا التكاليف العاليه دي تخلي الواحد ما قدرش يجري في التبديلات يجري في التحسينات لان لازم يوفر اول فلوس الدوله وبعدين الباقي. شكرا جزيلا لكم جميعا. انتوا طلبتوا الكلمه.